بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم غنحاول إن شاء الله نبينو بعض صفات المتقين والنتيجة ديال التقوى. فصل القرآن الكريم الأوصاف ديال المتقين ومدحهم بمجموعة من الأوصاف الحميدة. قال الله عز وجل في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه الأوصاف اللي وصف بها الله تعالى المتقين نقدر نجمعوها في أربعة ديال الأوصاف. الوصف الأول هو أن المتقين هما اللي كيأمنوا وكيصدقوا بالغيبيات اللي كاينة في القرآن الكريم بحال البعث والصراط والجنة والنار وغيرها من الأمور الغيبية. فهاد المتقين ما كيحبسوش غير عند الأمور المادية والمحسوسة اللي كيميزها العقل ولكن كيعرفوا حتى الأشياء الغير محسوسة والغير ملموسة بحال الجن والروح والملائكة والوحدانية ديال الله عز وجل وكيأمنوا بها. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين اللي كيأمنوا بالغيب في أحاديث كثيرة منها ما جاء عن أبي جمعة قال تغذينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح قال يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ فقال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. والمضمون ديال هذا الحديث هو أن الصحابي الجليل أبو جمعة قال تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أبو عبيدة بن الجراح فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله واش كاينين شي ناس حسن منا احنا اللي سلمنا معك وجاهدنا معك؟ فكان الرد ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نعم كاينين الناس حسن منكم هما قوم غيجيو من بعدكم وغيأمنوا بيا وخا ما شافونيش. أما الوصف الثاني فهو أن المتقين كيصليوا الصلاة ديالهم على أكمل وجه بالشروط ديالها والأركان ديالها والآداب ديالها والخشوع ديالها. حيك الصلاة بلا خشوع وبلا خوف من الله عز وجل وبلا تأمل وبلا تدبر للمعاني ديال القرآن الكريم هي صلاة ما كتخليش مولاها مرتبط ومتصل بالله عز وجل. فالصلاة الكاملة والمزيانة هي اللي كيكون معها الإخلاص وكيكون معها استحضار الله عز وجل في الركوع وفي السجود. ماشي يبقى بنادم يفكر في شي حاجة ما نعرف شنو هي ويبقى مرفوع حتى يكمل دوك الركعات وما يعرفهمش منين دازو. وهذه الصلاة اللي كتكون صالحة ومخلصة لله عز وجل كترتب عليها آثار عظيمة هي تزكية النفس والعفاف ديالها وكتخلي كاع الشرور والآثام كما قال عز وجل في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الوصف الثالث هو أن المتقين كيصرفوا داك الشيء اللي عطاهم الله عز وجل ديال الفلوس في إخراج الزكاة اللي واجبة على كل مؤمن والصدقات وكاع النفقات اللي طلبها منهم الشرع. فكيكمل البناء بالصلاة اللي هي عماد الدين وبناء المجتمع بالزكاة والصدقات اللي هي الأساس ديال التقدم في الحياة والسعادة ديال الأمة. فاهتم القرآن الكريم بالحث والتحفيز على إنفاق الأموال في وجه الخير ومدح هادوك الناس اللي كينفقوا بمدح عظيم في عشرات الآيات. حيك الأمة اللي كيكثروا فيها الناس
اللي كيعطيو فلوسهم في سبيل الخير لابد تكون الكلمة هاد الأمة معزوزة، وكينجيها الله من بزاف ديال الكوارث بحال الجهل والفقر والمرض. فبكثرة الصدقة كيقدروا الفقراء يشريوا كاع داكشي اللي كيحتاجوه، وكتبنا المعاهد ديال التعليم، وكدار وسائل حفظ الصحة بحال السبيطارات والفرماسيانات إلى غير ذلك، وكتكبر المحبة بين الشبعان وبين المزلوط. أما الوصف الرابع والأخير هو أن المتقين كيأمنوا بكاع داكشي اللي نزل الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى باقي الأنبياء والرسل، كيأمنوا واحد الإيمان ما فيه حتى شك، كيأمنوا بالآخرة، وكيأمنوا بأن الله غدا يوم القيامة كيبعث الأجسام والأرواح من القبور ديالهم، وكيأمنوا بالحساب والميزان والجزاء والصراط والجنة وحتى النار الله يحفظنا منها. والنتيجة ديال التقوى هي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني أن دوك الموصوفين بذاك الإيمان الحقيقي بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالكتب المنزلة بحال التوراة والإنجيل والصحف والقرآن الكريم هما اللي هداهم الله وراهم في منزلة عالية عند الله عز وجل، وهما اللي غير بحو الدرجات العالية والخلود فيها. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم مؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.